لك بلاش بلاش محافظه دمنهور ده، حتى محافظه الجيزه في مناطق راقيه جدا بتمشي بتتعرضي للتحرش يعني ده 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 عن كمان تجربه شخصيه بقى شوارع للمرأة. ده عن تجربه شخصيه، لا دي حاجه انا نفسي عشتها. انت ذات نفسك لما بتمشي في الشارع طبعا بتتحرش باللفظ، انت بتوصلي لمكان شغلك تعبانه نفسيا مش عارفه تأدى عملك متاثره، تعالي علشان تروحي تشتكي احنا ما عندناش الموضوع ان انا عندي الجرأة ان انا اروح اشتكي.